زي ما كنت بتكلم مع حضراتكم من شوية عن حاجة اسمها الخريطة الصنفية. الحقيقة ان احنا خلال الفترة اللي فاتت استنبطنا اصناف جديدة من القمح تلائم الارض، وكمان يكون فيها زيادة في الانتاجية، وزي ما كنا بنتكلم ان في توسع افقي في زيادة المساحة المزروعة وتوسع رأسي في زيادة الانتاجية من الفدان الواحد. طيب احنا عندنا اصناف قمح كتيرة جدا، ومش كل اللي يناسب وجه بحري يناسب وجه ابلي في الزراعه، او يناسب الاماكن اللي تم استصلاحها جديدا، سواء بنتكلم عن توشكا ولا عن مستقبل مصر. كل منطقه ليها نوع او صنف من القمح، هذا الصنف بيتم اعتماده من وزاره الزراعه عشان يناسب هذه المنطقه. بتبقى طبعا اصناف محسنه ذات جوده عاليه، مقاومه للامراض، مقاومه لدرجه الحراره المرتفعه، نقدر من خلالها ان احنا نحصل على انتاجيه عاليه. اصناف القمح المعتمده واحده من الركائز الاساسيه اللي بتعتمد عليها الحكومه لتحقيق افضل النتائج القياسيه في معدلات الجوده وحجم الانتاجيه خلال موسم الحصاد الحالي. كمان بالمناسبه في حاجه مهمه جدا، وهي موعد الزراعه. مش معنى ان انا زرعت بدري ان انا هحصد بدري اطلاقا، ده بيؤثر بشكل كبير جدا على المحصول. فوزاره الزراعه بتتكلم مع المزارعين من خلال الارشاد الحقلي، وبتقول لهم ان في مواعيد للزراعه. وجه بحري مثلا هيزرع من 15 ل 30 نوفمبر، نيجي لوجه ابلي هيزرع من 10 ل 25 نوفمبر. الاماكن الجديده اللي تم استصلاحها جديدا والاراضي الصحراويه تزرع امتى؟ تزرع في النص الثاني من او نص الاول عفوا من نوفمبر. فكل منطقه ليها توقيت زراعه وكل منطقه ليها صنف. اصناف القمح مثلا المعتمده واللي موجوده عندنا في مصر، في صنف اسمه جيزه 171، في سوتس 12 وسوتس 14، في جيزه 168، في جميزه 9، في مصر 2، في سخا 95، في اصناف كتيره جدا، في مصر 3، في بني سويف 2 و3. هنتعرف على كل هذه الاصناف بالتفصيل من خلال هذا التقرير. تمثل أصناف القمح المعتمدة من الحكومة إحدى الركائز الأساسية لتحقيق أفضل النتائج القياسية، وكان من شريطتها الالتزام بتنفيذ المعاملات والتوصيات الفنية. ويوجد العديد من أصناف القمح المعتمدة بكافة محافظات الجمهورية مع معدلات ملوحة مسموح بها لزراعة الذهب الأصفر، بالإضافة لأفضل السلالات. وأهم هذه الأصناف التي يتم زراعتها في معظم مناطق الجمهورية هي جيزة 171، جيزة 168، جميزة 9، مصر 2، سخا 95، مصر 3، سدس 14 الوجه القبلي، بني سويف للمكرونة. كما أنه لا يجوز زراعة سدس 12 وجميزة 11 ومصر 1 في وجه بحري بسبب الصدأ. كما أن الحكومة مستمرة في استنباط أصناف جديدة من القمح تكون عالية في الإنتاجية والتبكير في النضج، وبالفعل نجحت في زراعة وحصاد نوعين جدد من القمح هذا العام، هما جيزة 96 ومصر 4. الأصناف الجديدة لديها قدرة إنتاجية عالية، ويتم إنتاج من 25 إلى 30 أردب من الفدان الواحد، على عكس الأنواع التقليدية والتي تصل في بعض الأحيان إلى 20 أردباً فقط. وتعمل الحكومة على نجاح تجربة زراعة نوع جديد من القمح مع حصاده، ويتم من بعدها توزيع النتائج المعتمدة والتوصيات الخاصة به وكل المعاملات المفترض تتبعها على المزارعين للعمل بها وتحقيق إنتاجية أعلى. كما أن استنباط أنواع جديدة من المحاصيل وتجربتها يتم بشكل روتيني للخروج بأفضل الأنواع وأفضل النتائج. تلك الأصناف والأنواع ساعدت الحكومة في الإعلان عن تحقيق طفرة في محصول القمح مع ارتفاع إنتاجية الفدان. وأكد تقرير صادر عن معهد بحوث المحاصيل الحقلية التابع لوزارة الزراعة أن مصر حققت طفرة كبيرة في ارتفاع متوسط إنتاجية فدان القمح، مشيراً إلى أن حقبة الثمانينيات كان خلالها متوسط الإنتاجية 8 أرداب للفدان، في حين وصل حالياً إلى 18 أرداباً للفدان. وجاء في التقرير أيضاً أن مصر حالياً حققت اكتفاءً ذاتياً من القمح بنسبة 50%، فضلاً عن وجود بعض الأصناف التي يصل إنتاجيتها إلى 30 أرداباً للفدان. ووفقاً لبيانات الحكومة الرسمية، فإن إجمالي المساحات المنزرعة بلغ خلال العام الحالي 3.2 مليون فدان، كما أن متوسط إنتاجية الفدان تبلغ 18 أرداباً بما يمثل نحو 2.7 طن.